مشكلتي ذاكرتي اللي مش قادر افقدها، مشكلتي اني لسه فاكر مش قادر انسى. تنسى ايه بالظبط؟ اللي عاوز تنساه علي هو. بس خلاص انت نقاش. انا علي البدري، انا صاحب المجموعه دي كلها، وانت زيك زي حلم خليف، زي كل الموظفين اللي هنا بتشتغلوا عندي بتنفذوا سياستي. هكون فاكر ان سليم البدري فرضك عليا؟ لا، انا نهار ما قرر انك بره هتبقى بره. وايه اللي مأخر القرار ده يا علي بيه؟ نقطة ضعف اعترف لك بيها يا جلال، الذاكرة اللي مش قادر افقدها، ادوار الشطرنج اللي لعبناها من سنين طويلة، البت العيش الناشف، الاحلام اللي ماتت بين ايدينا مع البيادق والطهابي والفرسان الواقع، الدموع اللي محتها في عينيك لما جالك خبر طلاق مراتك منك بحكم المحكمة، الدموع اللي محتها في عينيا لما جالي خبر جواز سهر، هو ده اللي مأخر قراري يا جلال. ممكن يأخر قرارك، لكن قراري أنا مش هيتأخر. إيه؟ هتستقيل؟ تقدر؟ أنا ما فقدتش حريتي. وريني. أستاذ جلال، سليم باشا مستني حضرتك الساعة 5 في النادي الاجتماعي. وكل حاجة هنا يا باشا. انت جايب لي الكلام ده ليه يا جلال؟ أنا واثق فيك، أنت هتحل كل المشاكل زي ما اتفقنا بالظبط. أنا أصلاً كنت جاي لسعادتك عشان مشكلة الجمارك وشهادات المنشأ المزورة وتعاملات حلمي خليف مع البنوك وتجارة العملة، وكنت حاطلب تدخلك المباشر لأن مش عايز أصطدم بعلي. لكن الصدام حصل بسرعة قبل ما اجيلك. ما تفتكرش ان انا حاضر اواصل يا باشا. انا قررت اقدم استقالتي وجيت بس عشان ادي لحضرتك خبر قبل ما اقدمها لعلي، واسلم حضرتك الملف ده بكل اللي فيه. قرارك ده نهائي يا استاذ جلال؟ ايوه يا باشا. طب لو طلبت منك تاجله؟ التاجيل مش هيحل حاجه يا باشا. بس انت عارف يا استاذ جلال، انت كنت الايد الوحيده اللي في المجموعه. سليم باشا، انت لازلت الملك القانوني لشركات المجموعه، وبكلمه منك او بقرار تقدر حتى تصفيها. لكن المشكله بقى انك بتحب علي ومش قادر تضربه. لكن الوضع بقى خطير فعلا، ضعفك كاب ممكن يدمر علي نفسه، اذا سمحت لي يعني ممكن يدمرك اب. معاك حق يا استاذ جلال، مفيش مفر. مش قادر احس بكياني يا طنط، حاسه اني ضايعه. الصحافه بالنسبه لي ما كانتش مجرد وظيفه اكل منها عيش او اخد منها فلوس، الصحافه هي كانت حلم حياتي كلها. بس انتوا يا شيرين لما جيتوا تتجوزوا اتفقتوا على انك تسيبي الشغل وما تفكريش في الصحافه دي نهائي، وده كان على ايدينا كلنا، ولا ايه يا ست شفيقه؟ مظبوط يا ست انسه هانم، وعلي عنده حق. فانا كنت غلطانه يا ماما، أنا كنت متصورة إن حياتي مع علي هتبقى مليانة ومش هحس بفراغ. بس بلا دلع فارغ، ولا هو بطل والسلام. مش كده يا ست شفيقة، الكلام أخده وعطى. لا يا ست أنسة هاني، لا يا أختي ما تأخذنيش، أنا أصلي خلاص مراتي هتتفقع. رايحة فين يا ماما؟ نازلة شقتي يا أختي، مش عاجبني الدلع المايق بتاعك ده. بعد إذنك يا ست أنسة هاني، أنا أمها وبقول لك قدامها أهو، ما تحايليهاش، إديها على دماغها. هي إيه الحكاية؟ الجدع يا أختي حاططها على دماغه من فوق وجايب لها كل حاجه وشايلها في عينيه، وهي تقول لي صحافه وحلم ابصر ايه؟ يا اختي بلا قرف. سامع؟ سامع يا طنط بتقول ايه؟ قلبها عليك يا شيرين، خايفه للحكايه دي تعمل مشكله كبيره بينك وبين جوزك. هي هتبقى فعلا مشكله، لاني ما عنديش استعداد ان اتحول لقطه سيامي او لتحفه يتزين بيها البيت. طب تسمعيني الاول. اتفضلي يا طنط. انت عارفه الصحافه عملت ايه في علي؟ عارفه، متعقد منها بسبب زهره. لو كنت عارفه موضوع زهره يبقى اكيد متهيألك انه حكايه بنت حبها، واتصدم لما سابته عشان تتجوز زميلها في الجورنال.
وده مش اساس المشكله. امال ايه يا طنط؟ مصير علي اتغير خالص يا شيرين بسبب الصحافه. كان لازم يطلع بعثه ياخد الدكتوراه ويرجع استاذ في الجامعه. قال له زهره تطلع معاه، ما رضيتش وقالت الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي. الصحافه مستقبلي وحياتي والحلم اللي لازم احققه. كان بيحبها قوي، ضحى ببعثته وفضل انه يفضل جنبها عشان ما يضيعش عليها فرصتها. ومصير عالي اتغير نهائي. الاستقاله دي قرار نهائي ولا حركه ضغط؟ يا ريت امشي واحنا لسه اصحاب، او على الاقل ما نهنش بعض. انا في نيتي ما هناكش يا جلال. اذا كنت مصر على تقديم الاستقاله فانا هقبلها. انا اذا كنت بتقدمها عشان تثبت لي المناقشه اللي دارت بينا النهارده. انا مش عايز اثبت حاجه يا استاذ علي، والمناقشه اللي دارت بينا النهارده ملهاش اي اثر في القرار ده، بس اكدت لي حاجه واحده، ان لازم اخلي طريق للقطر اللي راكبه علي البدري عشان يوصل بيه لاخر محطه. كده اوكي. تقبل استقالة سيادته ويمنح مكافأة إضافية قدرها مرتب سنة علاوة على المكافآت الأصلية المنصوص عليها في عقد العمل. أشكرك على الخدمات اللي أديتها لنا يا أستاذ جلال. كنت أتمنى تقول لي جلال بس من غير أستاذ. لما أشوفك بره المؤسسة. أنا سلمت العربية للجراج، وتقدر تكلف أي حد دلوقتي يستلم مني مكتبي. ويعتبر سيادته قد أخلي طرفه وتصرف مستحقاته فورا. إذا مالناش عندك حاجة يا أستاذ جلال. تقدر تفوت على الحسابات دلوقتي حرارة تشيك. مش همشي قبل ما أمضي. الأمانة تقتضيني قبل ما أعمل ده إن أقول لك إن أنا لميت الأوراق المهمة حطيتها في ملف وسلمتها لسليم باشا. سليم باشا؟ ليه؟ محاولة أخيرة يا أستاذ علي. ولا تحب ترجع في كلامك في التأشيرة بتاعتك دي؟ عشان إيه؟ أنا عارف من زمان إنك أنت بتوصل أخبارنا للباشا. بعلمك مش من وراك. سلام يا أستاذ جلال. سلام يا أستاذ علي. سالي خلي الاستاذ حلمي خليف يجي لي حالا. ايوه يا مريم اديني الهنا. تحت امرك. بردوم يا هاني علي ده على التليفون. ايوه يا علي. هنا عندي. لا طبعا مش هسيبها. حاضر هنستناك. مع السلامة. علي بيقولي تستني معانا على الغدا عشان عايزك ضروري. أنا كمان عايزاه. عايزة أسأله نفس السؤال يا شيرين. لا يا طنط أرجوكي. يا حبيبتي دي مسألة مش مفهومة، مع إنها الحل الوحيد اللي هيملى فراغك ويشغل وقتك. حتى لو جبنا أطفال ما افتكرش إن ده هيخليني أنسى الصحافة. تاني يا شيرين بعد كل اللي قلتهولي. يا طنط اللي حضرتك قلتهولي خلاني أصمم أكتر. أنا ما أقدرش أعيش في عقدة قديمة، العقدة دي لازم تنتهي. وده هيكون لصالح علي قبل ما يكون لصالحي. بنتك مش غلطانة يا شفيقة. أنا فخور بيها وبتفكيرها، وحاسس إن أنا تربيتي جابت نتيجة. إيه الكلام ده يا سي فوزي؟ أنا كنت فاكراك إنك هتاخد بعضك وتطلع لها، تكلمها وتعدل لها دماغها. بنتك دماغها مش معوجة يا شفيقة. وبصراحة أنا لو طلعت لها هخليها تستقر على رأيها وما تغيروش ابدا. ليه ده كله يا سي فوزي ليه؟ ناقصها ايه عشان تدور على شغل؟ ناقصها روحها، ناقصها كيانها، ناقصها نفسها، ناقصها ان العلام اللي اتعلمته لازم تستفيد وتفيد بيه الناس، مش تقعد بيه في البيت. بيت مين اللي هي قاعده فيه؟ ما هو بيتها وابقالها من الشغل والبهدله.
الشغل مش بهدالة يا شفيق. لا الشغل مش بهدالة أبدا. زمايلها اللي معاها اسمهم مكتوب دايما في الجورنال. دي فاكرة كريم؟ كريم وانت فاكراه؟ النهاردة لقيت اسمه مكتوب على مقالة في الأخبار. قول كده بقى، هو ده اللي شعللها في دماغها. يا وليه يا وليه، حرام عليكي، البنت ما شافتش الواد من يوم ما اتجوزت. ايوه بس بيكلمها في التليفون هو وزمايلها وبيزنوا على ودنها. ايه؟ مين اللي قال الكلام؟ هي بنفسها اللي قالت لي، وانا كمان حضرت وهما بيكلموها في التليفون. يعني ايه القرار اللي خدته ده؟ مش قرارها ومش مقتنعه بيه. البنت كانت كويسه وماشيه عادي وما كانتش بتشتكي من اي حاجه، لغايه فجاه ما كلموها زمايلها حالها اتغير وابتدت بقى اسطوانه الصحافه والشغل. يعني الكارنيه بتاعها هي كمان طلع؟ طب ميرسي قوي، هبعت لك حد من عندي يستلم. ممكن؟ معلش اصل عندها ظروف عائليه جايه تتعطل. متشكره قوي، مع السلامه. صفت، ممكن تجي لي لحظه؟ حاضر يا فندم، تحت امرك. ايوه يا فندم. مبروك يا صفوت. الله يبارك فيك. بس على ايه يا فندم؟ عضويه النقابه. صحيح، انا مش مصدق. لسه سكرتير النقابه مكلمني دلوقتي، تقدر تروح تستلم الكارنيه بتاعك دلوقتي حالا. انا مش عارف اشكرك ازاي يا مدام زهر. بالمره بقى هتستلم معاك كارنيه شيرين فوزي. شيرين فوزي؟ ايوه، وتعدي عليها في بيتها تسلمه لها. بس اوعى تقول لها ان انا اللي اتوسطت لكم في الموضوع ده. ما تجيبش سيرتي خالص. الحق يا عربي، الباشا عامل اجتماع، في محامي خصوصي ومحامي المجموعه والمهندس ممدوح سهران، ده غير طلعت. ايه ايه اللي خدك مطارك كده؟ ما اجتمعوا. الباشا بيدبر لحاجه علي بيه، صدقني. بيدبر ايه بس يا عيني؟ انت ما بطلتش تفكر بعقليه التقابل بتاع زمان دي. انت مش قلت لي ان جلال شهاب قبل ما يمشي سلم كل الاوراق والمسندات اللي عنده لسليم باشا؟ اه، ودي فيها ايه؟ ومع ذلك سالي. تعالي ثانيه واحده. كلها ساعة ولا اتنين ونعرف ايه الحكاية. أفندم. شوف يا سالي، روح لتيسير وخليها تسجل الاجتماع اللي عند الباشا. أمرك. بس وأكد لك ده مسألة خاصة بالانتخابات. الباشا مرشح نفسه للرئاسة، مشغول لشوشته وسياسة فريق الكورة والمدربين والدوري والكاس. والانتخابات صلاتها ايه بالاثنين محاميين ومهندس ممدوح زهران؟ اقول لك، التلاتة اعضاء في مجلس ادارة النادي وليهم انصار كتير في الجمعية العمومية اللي هتنتخب رئيس النادي بعد اسبوعين. الله، ده مفيش اصوات خالص بقى. معقول يعني قاعدين ساكتين ما بيتكلموش؟ مش ممكن طبعا. تيسير. افندم. الميكروفون اهو مش اوضتي. انتوا الاثنين تخلوا المكتب ده فورا وتقفلوه من بره، تنتظروا في مكتب الباشمهندس علي لغايه الباشا ما يخلص اجتماعه. يلا. اتفضلوا. جواب ممضي من الباشا شخصيا ونفذتوه؟ الباشا قايل الجواب بمكالمه شخصيه. شكرا. طيب. دي الشركات كلها، اجانس العربيات ومخازن المنطقه الحره. ابحى يا حلم بيه، ابحى يا حلم بيه، في خلاف في المؤسسه. ايه؟ في ايه؟ جالكوا ايه كلكم؟ عندكم هستيريا؟
احنا اتاكدنا بنفسنا يا باشمهندس. انا كلمت مراد شبانه في مصنع مدينه نصر وعزت حسنين في مصنع العشر من رمضان، وقالوا نفس الكلام اللي قاله عزمي شحاته ومحمود سالم في اسكندريه والعمريه. والكلام ده اكدته تقارير ومعلومات رجال الامن كتير في اربع شركات وملحقاتها يا علي بيه. مين اللي سمح المهزله دي تتم؟ علي بيه الباشا طالب حضرتك. انا رايح من غير ما اطلب. ايه اللي بيحصل يا والدي العزيز؟ سوري يا استاذه، تقدروا تكملوا اجتماعكم في الاوضه اللي جنبنا؟ في كلام بيني وبين الباشا. اه ده علي. ايه هتتكرم سعادتك وتدعيني الاجتماع القمه بتاعكم؟ اه ده يا باشمهندس. امرك يا باشا. اديني قعدت. افندم ده الاجتماع الاول لمجلس الاداره الجديد. المجلس اتخذ قرارات نحب نبلغك بيها بشكل غير رسمي قبل ما تطبع وتتوزع. عارفها يا باشا، بس الاول المجلس ده مين اللي شكله جنبك؟ انا اللي شكلته امبارح. جميل. والمجلس ده انا مش عضو فيه؟ لا ما انتش عضو فيه. لا اقرا قرارات المجلس هوية. اولا يعين المهندس ممدوح زهران مدير عام لمجموعه البدري براتب سنوي قدره 36,000 جنيه. ثانيا يعين المهندس علي سليم البدري مستشارا فنيا للمجموعه بمكافأة سنوية قدرها 60,000 جنيه. ثالثا إنهاء عقود كل من السادة الآتية أسمائهم وتوجيه الشكر لهم على خدماتهم وصرف كل مستحقاتهم المحررة طبقا للعقود. اللي أنا عارفه الانقلاب الصامت أو انقلاب السلمي بلغة السياسة، مش كده يا باشا؟ ما سبتليش طريق تاني يا علي. تحب دلوقتي نتكلم بأي أسلوب؟ أسلوب الشغل والقانون ولا لا اسلوب الاب والابن؟ ما عادش في كلام يا باشمهندس. انا في مكان شغل. الشغل ده انا صاحبه وانا خدت قرارات ما فيهاش رجعه. علم يا باشا. بس القرارات دي مش هتتنفذ لانها صدرت من غير ذي الصفه زي ما بيقولوا بلغه القانون. وانا مندهش. زي المتر وجيه محامي الشركه والمتر عفت محامي سعادتك والاثنين من جهابذه القانون. ما لفتوش نظرك للحقيقه. حقيقه ايه؟ حقيقه اني مش موظف عندك. ما مش مدير بعقد وما هي، لا ده انا شريك. شريك بعقود رسميه مسجله، ومش شريك بس. ده انا الشريك اللي من حقه الاداره. وده برضه موجود في العقود، ولا يمكن تغييرها من طرف واحد. مش كده يا استاذ وجيه؟ مش كده يا استاذ عفت؟ انا صاحب المجموعه دي يا ولد. برضون يا باشا. ولد دي في البيت. احنا دلوقتي بنتكلم رسمي وقانوني. عايز نتكلم حبي وعيني ما عنديش مانع. يبقى الاساتذه دول يتفضلوا من غير مطرود وما زالت مجلس الاداره تنفض. الكلام يا اساتذه. يا باشمهندس علي، سليم باشا هو رئيس المجموعه وفقا للعقود اللي بتتكلم عليه. منصب شرفي ملوش اي صلاحيات اداريه، وده برضه منصوص عليه في العقود يا استاذ عفه. للاسف انتوا ضليتوا الباشا معتمدين على ان العلاقه اللي بيننا كاب وابنه هتمنعني من معارضة القرارات دي، لكن احنا دلوقتي بنتكلم بالورق رسمي بالقانون، وبالقانون ده انا بمارس صلاحياتي من دلوقتي. منصب رئيس المجموعة اتلغى. سليم باشا البدر شريك بنسبة 30%، المهندس عادل بدر شريك بنسبة 30%، وانا عندي 40%. مش دي النسب المنصوص عليها في عقود اشهار المجموعة يا استاذ وجيه؟ ايوه يا باشمهندس. يبقى بقى تلموا ورقك وقراراتك واتبعوها المقلة تلب. اتفضل يا استاذ التوام من غير ما ترد. المجموعه مستغنيه عن خدماتكم جميعا. طلعت وجيه وزهران من اللحظه دي ما لكمش اي علاقه بالمجموعه، اتفضلوا. اما انت يا استاذ عفت فاشرح الموقف القانوني للباشا موكلك. لو سعادتك فاكر انا حذرتك من الاحتمال ده. شويه الكلام ده دلوقتي يا سيدي باشا. Thank you.
ضربة معلم يا باشمهندس. ضربة لمين يا حبيبي؟ أقصد يعني إنها خطوة ضرورية وكانت لازم تتاخد من زمان. بلغوا الشركات بالوضع الجديد والمديرين اللي عينهم الباشا يخلوا طرفهم فورا. وبذل انقلاب قبل ما يصدر البيان رقم واحد. ودخل علي البدري وراح قالب الترابيزه عليهم. ولد انما ايه؟ غريبه جدا. انا كنت متصور انك هتزعل عشان سليم باشا، خصوصا انه جابك من قعده المعاش وشغلك. هو الشغل بس، المعامله كمان. ده ما كانش بيسيب مناسبه ولا فرصه الا لما يجامل. وكنت دايما تقول يا سلام على سليم باشا، راجل ابن اصل صحيح. ولسه بقولها، الباشا ابن اصل صحيح، محدش يقدر ينكر. بس الوقت، الوقت مش وقت ولاد الاصل. ما تبصوليش كده، انا اصلي معجب بنقطه فنيه في الموضوع. في الوقت اللي الباشا كان فاكر انه فاجئ ابنه وحطه قدام الامر الواقع، الولد بحركه معلمه ما لجاش للدفاع، راح هاجم وراح مغير الموقف لصالحه وطير ابوه واستفرد المجموعه كلها لوحده. شفطها. ولد مدهش صحيح. فرحان زي العيال الصغيرين. انت عارفه جدي بقى يعز قوي اسلوب التآمر والتكتيكات السريه. بس متهيألي الباشا حالته صعبه دلوقتي. الباشا عهده وقع من زمان، بس هو اللي كان بيعافر. ومع ذلك الفلوس موجوده ومتستفه بالملايين، بس اغلبها في بنوك بره مصر. والسلطه يا نادي. يا ست كفايه، هياخد زمن وزمن غيره. وعموما الباشا من صالحه انه يسيب امبراطوريته في الوقت ده. من صالحه ازاي؟ لان الامبراطوريه دي قايله للسقوط. معقول؟ دي اكبر مجموعه اقتصاديه في البلد وملفها عمال يكبر وبيتسكت. يا ست الكل، انتوا لسه بتحققوا في نشاطهم وبتركيز اكبر. خلاص الفوضى القديمه بتتلم، ومبارك مدي تعليمات صريحه للكل، الفساد لازم ينضرب ومفيش حد مسنود. بس علي صاحب عمرك يا ناجي، وحذرته كتير يا ماما. طب بلاش تتصدر له انت يا حبيبي، الجهاز مليان محققين وكلاء نيابه ومستشارين. مفيش اي اعتبار منطقي يخليني اتنحى عن قضيه انا مكلف بيها. وبلاش نتكلم في الموضوع ده يا ماما. وانا كل ما افتح معاك موضوع تقول لي بلاش نتكلم فيه. يا ماما انا ما بحبش حد يتكلم معايا في امور شغلي. بلاش امور شغلي، امور حياتك الشخصيه يا حبيبي. موضوع امر تاني يا ماما، بنتكلم في الموضوع ده بقالنا 3 سنين. ايوه، وكانت حجتك ان عايز تتاكد ان مفيش حاجه لسه بتربط مشاعرها بعادل البدري. وعادل البدري بقاله 2 سنين في امريكا. لما يرجع. يا دي حاجه تفلق. ايه اللي حاجه تفلق يا ماما؟ اسلوبك يا ناجي، طريقتك، حياتك. عايش راهب من غير سبب معقول. الاول بنت عمك كانت متجوزه، ولما اتطلقت تخيلت ان انت هتجري وتطلب ايدها وتعوض اللي فاتك وفاتك. رجعت تقول مش متاكد من مشاعرها، مش جايز لسه متعلقه بطليقها. طب سيبك منها ومن قلقها وشوف لك واحده غيرها. لا ما بحبش حد غيرها. تعرف باباك شافني وعرفني وطلب يتجوزني في قد ايه؟ في اقل من شهر. انا مش شجاع زيه ولا قمر واضحه زي حضرتك. زعلانه منك، عديت عليها في الجامعه عشان موضوع الدراسات العليا بتاعتي، سالتني عنك، قلت لها ساعات بيجي القهوه، قالت لي طب لو شفت قول له انت مش ليك بنت عم اسمها قمر برضه. غصب عني والله يا طارق، طول النهار شغل وساعات بالليل كمان. وبعدين بيني وبينك انا محرج قوي من عدتها عند عم علام، وهي ماما برضه بتروح تشوفها باستمرار. لا يا ناجي مش ده السبب، كلنا بندخل بيت عم علام السماحي زي ما يكون بيتنا، كانه بيت زينهم السماحي بالظبط. الراجل بيعاملنا كلنا زي ولاده، واديك شايف لما رجع الارض من ايدين زوزو وزعتر وبنى عليها قهوه من جديد، صمم ان القهوه ما تبقاش بتاعته لوحده، ودخلك انت وقمر شركة فيها هي والعماره اللي يا طاهر. انت هتحكي لي عم علام بيعمل ايه؟ انا عارف هو بيعمل ايه كويس قوي،
وبعدين المساله ملهاش دعوه بكرم ولينا وفتح بيته لينا. امال لها دعوه بيه؟ بموضوع مش هقدر اقول لك عليه. بلاش تقول لي. قول لها هي. اقول لي مين؟ لقمر يا نادر. صراحه قول لها انا ما كنتش بحبك يا انت عمي، وما تعلقيش امال عليا وما تحشريش فيا. واطوي صفحه الماضي وشوفي حالك. ايه اللي بتقوله ده يا طارق؟ انا ما عنديش تفسير لكده يا نادر. لو عندك غير قول لي. لا اقول لك ولا تقول لي. انا مش هقعد على القهوه واناقش مشاعر وعواطف دلوقتي. انا جاي لك في موضوع اخطر واهم من كده بكتير. موضوع يخصك. ايه؟ موضوع ايه؟ ابوك يا طارق. ابويا؟ وماله ده كمان؟ عاوزينه. عايزينه يعني ايه؟ ما انت عارف انه في السجن من يوم ما اشترك في حكايه خطف قمر من 3 سنين. عارف. ونقدر نطلعه بس بشرط لو شهد على عبد العزيز حلال. مش فاهم. اقول لك. ابوك هو والاثنين اللي مسكهم البوليس في قضيه قمر شالوا القضيه عن عبد العزيز حلال وما جابوش سيرته خالص ودخلوا هم السجن. الاهم من ده كله ان ابوك هو اللي كان ماسك كل الشغل بتاع حلاوه في اسكندريه. قصدي يعني الشغل المشبوه من ورا القانون. احنا دلوقتي ضيقنا الحلقه حوالين الراجل. ناقص حته صغيره قوي علشان الدايره تكتمل. والدايره دي مش هتكتمل الا اذا كان ابوك هيشهد على عبد العزيز حلاوه. ابوك واخد 10 سنين سجن. وانا كلمت الجهات المختصه واتفقت معاهم ان احنا نقدر نجيب له قرار بالعفو عن باقي المده. ده في حاله لو شهد على عبد العزيز حلاوه. طب وايه المطلوب منا؟ انك تروح للسجن وتزور وتحاول تقنعه؟ هقنعه؟ ما انا هحكي لك العلاقه بينه وبين ابويا بقى شكلها ايه؟ ده لو سمع للعالم كله الكلام هيجي عليا انا ويسد وداني. يا طاهر انت ما انتش رايح تطلب منه حاجه. انت رايح تديله حريته على طبق. هتروح تخلصه من الزنزانه اللي هو عايش فيها. ولو انه مش متفائل لكن هحاول. اهلا علي بيه. اتفضل. راجي ما شفتوش. موجود. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. علي البدري ايه اللي جابك القهوه؟ ناجي انا عايزك شويه. حالته غريبه قوي يا طنط انيسه. من ساعه ما رجع بعد الظهر وهو رافض يكلم حد ورفض انه ياكل وبعدين دخل على اوضته وقفل على نفسه وبعد شويه خرج ونزل جري كاني في حد بيطارده. نعم؟ ايوه كلمت طلعت بيه. قال لي الكلام اللي بتقوليه ده يا شيرين كرش ابوه؟ مش معقوله. لا طبعا مش هيكذب بس يا ريته كان جالي. طب يا شيرين انا هكلمك تاني يا حبيبتي مع السلامه. علي يكرش ابوه من شركته؟ بتنادي عليا قابلتي؟ لا يا ناهد ما استغناش. ده انا يا اختي اندهلت وبكلم نفسي. بسم الله عليكي. في حاجه مضايقاكي؟ مساء الخير. مساء النور. اهلا يا طه. جيت في وقتك. انت اخويا شفت الباشمهندس علي النهارده؟ سبحان الله. ده انا جاي مخصوص عشان اقول لك انه هيفوت عليك الليل. هو قال لك كده؟ شفته فين؟ انت وماما انيسه وعادل. التلاته اللي كنت محتاج ان انا اشوفهم واشرح لهم واتكلم معاهم. عادل في كاليفورنيا في امريكا بعيد. انا هكلمه بالتليفون. لا 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 مش بالتليفون. انا هسافر له. اصل هو بالذات لازم يفهم الموقف ده صح. وماما انيسه وانت كمان. انت ما بتردش عليا ليه؟ مش مصدقني؟ بقالنا قد ايه ما قعدناش سوا على القهوه يعني؟ علاقة القهوة انت ما كنت سامعني؟ سامعك وفاهم كل اللي انت قلته. وسؤالي ما هوش بعيد عن الموضوع زي ما انت متصور. علي البدري. علي البدري اللي كان بيقعد معايا في القهوة القديمة هنا وبيلعب معايا طاولة في اجازة الصيف. وكان بيسمع اغاني عبد الحليم في الراديو بتاع القهوة. وكان بيتناهي التنهيدة بتولع الجو من هنا لمدان السيدة زينب وهو بيقول اسم زهرة وبينطقه أسامة. علي ده اختفى سنين طويلة وفجأة الليلة لمحت ظله. ظل عدى على قهوة السماح وجر كرسي وقعد قصادي. العذاب بيبرق في عينيك. صحيح ما هوش عذاب الحب بتاع زمان لكن يمكن يكون عذاب ضمير قلقان. على كل حال العذاب ده بيقول ان الانسان القديم لسه ما ماتش.
خفت من نفسي قوي النهارده يا ميكي. وانا خايف عليك من زمان يا علي. انا كان لازم اعمل كده. افهمني يا ناجي، الحكايه اللي عملته مع الباشا والدك ده يا علي كان طبيعي جدا، لانه نتيجه لمقدمات سبقته، لانك انت ماشي في ارض كلها ديابه، واللي يمشي في ارض الديابه بيربي ضوافره، وانت مش مربي ضوافرك وبس، ده انت راضع من لبن الديابه. مش عايز تفوت الفرصه، ده بتسن لسانك عليا. عهد وخدته على نفسي، طول ما انا ناجي السماحي وانت علي البدري، وطول ما انا لسه بحبك وبحن لايامنا الجميله هنا في شوارع الحلميه، عمري ما هشوفك اعوج واقول لك انت عادل. مش انا يا علي، حواليك كتير هيقولوها لي، لكن عمرك ما هتلاقي في وسطهم ناجي السماحي. يا علي انت مش محتاج للي يطبطب على جرحك ويكتمه ببني، انت محتاج للي يفتحهولك وينظفهولك اول باول علشان ما يقفلش ويلم على صديق. كنت متاكد وانا بدور عليك انك مش هتريحني. انا همشي من عندك تعبان اكتر من ما جيت. علي ابن البدري ده مش كده؟ ايوه يا عمي، واحد من احلى شله شباب قعدت على قهوه زينهم السماحي. بيقولوا انه بقى الكل في الكل دلوقتي بيلعب بالملايين. وليه ما تقولش ان الملايين هي اللي بتلعب بيه؟ يا سيدي ما تفرقش كتير. طمني الاول على اخبارك. والله يا عمي اخباري عندك اول باول. طب انت ليه ما بتجيش تزور مرات عمك وبنات عمك الاثنين قمر ونور؟ بسلم لي عليهم يا عمي، واول ما اقدر اجي هتلاقيني بخبط على بابك. ذنب علي، ذنب علي يا اختي، ربنا بيخلص ذنب علي. ماسك سلاح دار اخرى، جوزها خد كل اللي حليتها ورماها في الشارع. لولا ظهر عمتها كانت بقت في الشارع. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ذنب علي يا اختي، ربنا بيخلص ذنب علي يا اختي. جدتي كانت لسه عايشة كانت هتقول نفس الكلام ده. لا يا علي، جدتك نفسها كانت بتحب سليم، كانت عارفة حياته كلها، بس كانت بتحبه. كانت تقول لي يا أنسة سليم مليان عيوب، لكن قلبه قلب طفل صغير. ألو، أيوة طلب في حاجة؟ أشكرك، أنا طول عمري بنام لوحدي، مفيش حاجة اتغيرت أبدا، أنت من أهل. ايه يا منصور؟ تمام يا فندم، علي بيه تحت في اوضه المكتب مستني حضرتك. طيب ايه يا سعد، اتخانقت مع مراتك ولا ايه؟ مراتي لا لا حلته مشكله الشغل بتاعك؟ يعني زي ما تقول كده، زي ما تقول هدنة. ماما أنيسة قعدت اتكلمت معاه وعمي فوزي وطنط شفيق. مراتك حاسة بفراغ وملل يا علي، بصراحة حقها. تعرف ليه يا مطعم؟ المسألة دي ملهاش غير حل من الاثنين، إما إنك ترجعها للصحافة وتنسى عقد الظهر، أو تجيبوا أطفال والأطفال يملوا عليها البيت ويشغلوها.
بالمناسبة أنتوا ما بتخلفوش ليه صحيح؟ يعني كنا مأجلين الحكاية دي شوية. زي ما حضرتك كده بتقول برضه المسألة محتاجة إعادة نظر. يلا يلا شدوا حالكم بقى. يعني الأوان أبقى جد. بابا أرجوك. أنا جاي لك عشان أشرح لك موقفي وأفصل لك اللي حصل النهارده. اللي حصل النهارده شيء طبيعي جدا ومنطقي. المركب اللي لها رئيسين بتغرق. الرئيس القديم العجوز لازم يدي فرصة للرئيس الصغير الشاب. دي سنة الحياة عليه. إذا كان في حد غلط في الموضوع ده يبقى الرئيس القديم العجوز اقعد يعني. هو اللي حاول يقدم ضد التيار ضد الريح. ده مش منطقي. بابا أنت تعبت كتير. ثروتك والحمد لله بتسمح لك إنك تستمتع. سافر لف الدنيا. اشتري لك يخت وروح بيه وانت كرله شوية وكرفه شوية. اشتري فيلا في مربية ولا هواي. شتي في حتة وصيف في حتة تانية. طمن. الشغل اللي جمعت فيه شقة عمرك وسنين كفاحك. حولته لكيان اقتصادي ضخم في دين أمينة. في دين ابنك. انت حامل هم ايه يا ابني؟ يا علي انا سليم البدري. مش ممكن احاسب واحدة ولا فراغ. روح انت بس وريح نفسك. وسيبني انا ارتب برنامج معاشي على مزاجي وبطريقتي الخاصه. يلا حبيبي روح وخد مراتك واطلعوا سهروا سهره جميله. احتفلوا سوا بمولد الامبراطور الجديد. بس على شرط اول كاس شمبانيا يبقى في صحتي. اوكي يا بابا. تصبح على خير. انت من اهله. ببوس لمراتك. منصور افندم يا سعاده الباشا. صواب موجود ولا مشي؟ لا مشي يا سعاده الباشا. سخن العربيه لغايه ما انزل. سعادتك هتسوق بالليل؟ انا مسافر اسكندريه وهبكلمك من هناك. خلاص يا سليم ابنك اصدر قرار باحالتك لمخزن المهملات. هتتحط في الصندرة زي الهدوم اللي بطلت موضتها واللعب القديمة والأزايز الفاضية. هتستسلم يا ابن البدري؟ لا سليم أنا محتاج لك النهاردة. مالك؟ إيه اللي حصل في مصر خلاك تيجي في وقت زي ده؟ أحكي لك عن كل حاجة. هو سولي فين؟ سولي في مرسى مطروح مع جماعة أصحابه. يعني انت لوحدك؟ لا معايا اسمك بنت البرنسيس هنزاده اللي عرفناها في باريس فاكرها؟ مش دول كانوا رجعوا تركيا؟ جم مصر تاني اتجوزت تاجر له مصالح وفرع الشركه هنا. الدنيا بتلف يا سليم. لا يا حبيبتي مش بتلف دي بتتشقلب. البدايه مثيره للحكايه وبعدين؟ الباشمهندس علي بقى بعد ما خلعني جالي البيت ومراته واطفالي في عيني. جاي ورا الموقف ده لابس ماسك الابن بس بنفس المعنى ان انا كبرت وعجزت وما ينفعش في حاجه خلاص. وبعدين معايا فلوس المفروض اروح اتلهي بيها اخد يا اخت والف العالم العب بعيد عنهم. يعني كلام علي مش مفاجئ يا اسلام. اكيد كنت متوقع زي انا ما توقعته من سنين. متوقع يا ابني؟ متوقع ان علي طموح عنده سياسه عايز يفرضها عليا بالعافيه. لكن ما توقعتش ابدا انه يضربني يشدني بايديه من جذوري ويرميني بره. من وجهه نظره انت عايش بعيد عن الوقت وتمسك بقوانين زمن فات وعدى.
في النهايه ما دام كل حاجه هتبقى في ايده وفي ايدين اخوه هيبقى خلاص الراجل الكبير يقعد ويستريح ويكتفي بالفرد. لا ما ينفعش، انا ما اطيقش. الشغل ده كياني ووجودي حياتي كلها. وبعدين اللي حصل كبرت شويه لكن لسه بصحتي. انا ما بشتكيش من اي حاجه، انا صحتي زي البومب، انا اشتغل قد عشر. سليم سليم مالك؟ ما فيش شويه صداع. سليم سليم مالك؟ قول سليم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.